وراح مولانا عيسى ودخل كفر ناحوم، وفيها ضابط روماني له خادم يحبه وايد، أوشك على الموت. فسمع الضابط بمولانا عيسى فأرسل له الشيوخ ليطلبوا منه إنه يجي معهم لشفاء خادمه. فجاءوا الشيوخ إلى مولانا عيسى وقالوا له: يا معلم، الضابط يستاهل مساعدتك لأنه بنى لنا بيت العبادة. فراح المسيح معهم. ولما قربوا شوية من الدار أرسل الضابط بعض أصحابه إلى عيسى عليه السلام علشان يقولون له: يا مولاي، لا تتعب نفسك وتدخل داري، لأننا ما نستحق ذا الشرف الكبير وما نستحق نخرج ونقابلك. تكلم من مكانك بس وخادمي بيشفى، لأننا واثق من كلامك. أنا لي رؤساء يأمروننا وعندي جنود نأمرهم. أنا نقول للجندي كلمة واحدة بس: روح فيروح، وتعال فيجي بدون كلمة زايدة. ونقول لخادمي: اعمل ذا أو ذاك، فيعمله. فلما سمع مولانا عيسى كلام الضابط ذا فرح من إيمانه وقال: أنا ما حصلت واحد في بني يعقوب عنده إيمان كما ذا الضابط. ورجعوا أصحاب الضابط لمان الدار فحصلوا الخادم شفي من مرضه وتعافى.